السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل وحصري، فضيحة جديدة للكاف. قبل ما نبدأ بهذا الفيديو، أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل ما هو جديد. لا تنسوا اللايك واشتراك أخواني وأخواتي. الأهلي يكشف عن فضيحة جديدة لكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا الكل عارف أنه اليوم مباراة الأهلي والوداد المغربي. أكد النادي الأهلي في بيان رسمي أنه لم يتسلم سوى 2500 تذكرة فقط قبل نهائي دور أبطال إفريقيا، وذلك رغم إعلان الاتحاد الإفريقي أحقية المارد الأحمر في 10,000 تذكرة. وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي يترأس بعثة فريق الكرة بالمغرب من السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكة المغربية بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة اليوم وهي الوداد في نهائي دوري الأبطال والتي تقام على مركب محمد الخامس. وأضاف: جاء ذلك في أطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية ونظرا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف أنحاء لحضور المباراة في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من 10,000 تذكرة التي خصصها لكاف النادي. وأكمل: وقد بذلت بعثة الأهلي جهدا كبيرا في التواصل مع مسؤولي كاف واللجنة المنظمة المباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقى أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر دخول المباراة. لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أي أزمات عند دخول الجماهير اليوم لحضور هذه المباراة والعمل على تأمين سلامتهم في نفس الوقت. هذه هي كاف وهذا العمل الذي قامت به. وطبعا زي ما انتم شايفين هيك الصورة وضحت تماما، هي شكلها المباراة حسمت من هذه الأفعال. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك. واليوم سوف نشوف هل الكاف لمن تنضم. اليوم سوف نرى هذه المباراة بإذن الله تعالى. أخواتي وأخواتي لا تنسون، أخواني وأخواتي لا تنسون وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله تعالى. وسوف نتابع فضائح الكاف الكثيرة هي والفيفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.